عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي هذه أنوار عشقت عيني حروف المصحف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة هامة جدا، حلقة هتتكلم عن موضوع كل الناس ممكن بتبقى بتسأل عليه. النهاردة بيشرفني يكون معايا فضيلة الشيخ إبراهيم صقر. هنتكلم النهاردة على حاجة مهمة جدا، الرقية الشرعية. ناس كتيرة جدا بتسأل عن الرقية الشرعية، ناس كتيرة جدا بتسأل عن السحر، ناس كتيرة جدا بتسأل عن المس. الرقية الشرعية والسحر والمس بقت حاجات بتظهر في مجتمعنا كتير جدا. طبعا لضعف الوازع الديني ابتدت تنتشر كثير جدا من الأمراض النفسية والعصبية، وبنلاقي الناس عندها خلل نفسي وخلل عصبي، ده بيبقى راجع لضعف الوازع الديني. طب إيه الحل؟ الحل هو أنك ترجع لكتاب الله ولسنة رسول الله، بس ترجع صح. إذا كنت مصاب بشيء خلل ما فيك ارجع صح. طب هترجع صح إزاي؟ من خلال الراقي أو المعالج. نشوف الراقي أو المعالج هيبتدي معاك إزاي. ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة مع فضيلة الشيخ إبراهيم صقر. أهلا بيك فضيلة الشيخ. يا أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب. يا الله يكرمك وبارك فيك فضيلة الشيخ. طبعا ظهرت في مجتمعنا حاجات كتيرة جدا، أعراض كتيرة جدا بتظهر على الناس. تبص تلاقي بعض الناس مصاب بأن هو عنده تشنجات، بعض الناس يقولك أنا بشوف حاجات، بعض الناس يقولك أنا في العلاقة الزوجية مع الزوجة العلاقة غير سليمة. حاجات كتيرة جدا بنشوفها في مجتمعنا، وأكيد بتجيلك حاجات كتيرة جدا عن هذا الموضوع. طيب النهاردة نبتدي الأول نقول أن في ناس كتيرة جدا بتقول أنا أول حاجة أعملها الرقية الشرعية. الرقية الشرعية باجي بسمع الرقية الشرعية عن طريق مثلا النت، بسمعها شيوخ كتيرة جدا بتتكلم عن الرقية الشرعية. الرقية الشرعية عشان تكون سليمة، وإمتى أخد الرقية الشرعية علاج وإمتى أروح لمعالج؟ يريد تقول لي الرقية الشرعية فوائدها إيه وإزاي أعملها ومين المتخصص اللي هو يعملها؟ هل المريض الراقي يرقي نفسه ولا في حد ممكن يرقيه؟ تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا موضوع الرقية الشرعية بحر لا ساحل له، كل الناس تتكلم في الرقية الشرعية. الرقية الشرعية من حيث أنها قراءة من الراقي للمريض أو المبتلى أو الذي عنده أعراض، ده شيء طبيعي جدا، أي إنسان ممكن يكون راقي. ولهذا قال العلماء أن الأصل أن الإنسان يرقي نفسه، يعني مثلا حاسس أنه عنده عين أو حسد بيجمع الكفين زي السنة ما قالت ويقرأ ويمسح على وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، كل ده شيء طبيعي وجميل جدا ودي السنة. ولكن الإشكال كله من الذي شخص أنه محسود أو معيون أو عنده مس أو عنده سحر؟ إذا كان المس أو العين أو الحسد فعلا الإنسان يرقي نفسه، أما إذا كان الموضوع موضوع سحر فالموضوع أكبر من ذلك بكثير، أكبر من أن يكون راقيا قارئا فقط. طيب إذن حضرتك هنا هنفرق بين حاجتين مهمين جدا، الراقي والمعالج. نعم. تقول لي الفرق بين الراقي والمعالج وإمتى أروح للمعالج، إيه الحالات اللي أنا أروح فيها للمعالج؟ نعم. فضل. الراقي ممكن أي إنسان يرقي، والرقية تكون بآيات الله وبأدعيات رسول الله، يعني من الكتاب والسنة، يفعلها أي مسلم يعرف يمينه من شماله في دينه، ما فيش أي مشكلة خالص، أي إنسان ممكن يرقي رقى الشرعي. ولكن الإنسان إذا رقى نفسه من العين والحسد، حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، حافظ على أذكار الصباح والمساء، رقى نفسه مرات ولم تتحسن حالته، يبقى هنا نقول له فكر ممكن يكون عندك سحر. السحر له أعراض يعرفها الإنسان بمنتهى البساطة. طيب هنبدأ بقى نخش في المعمعة زي ما بيقول. نعم. طيب السحر لما بتتعرض حالة على حضرتك وبتشوف المريض جاي، إمتى تقول عليه ده مسحور؟ وهو السحر دوت، هل السحر إن حد عمل له عمل زي ما بنقول أو بنسمع،
ولا السحر ده بيكون ايه؟ يعني بنسمع ناس يقول لك مثلا ده لبسه جن، هل فرق بين العمل وفين؟ في فرق بين العمل وفي فرق بين السحر؟ يعني حد عمل له عمل وفي حاجه هو اتسحر، اتسحر عن طريق العمل ولا اتسحر عن طريق ان في جن لبسه؟ نعم، تحديد المصطلحات يزيل الكثير من اللغط حول موضوع الرقية الشرعية والعلاج بالقرآن وعلاج السحر. جميل. هناك شيء اسمه المس وهناك شيء آخر اسمه السحر. المس دخول الجن لجسم الإنسان، وهذا معلوم ومشاهد وموجود في السنة وفي الواقع وفي التابعين وفي الصحابة وفي العلماء ومعروف ومشهور، دخول الجن لجسم الإنسان ده مس يدخل عن طريق، أولا لازم الإنسان يكون مسرف على نفسه بعيد عن الطاعة، مسرف على نفسه بيحصل عنده أحلام، كوابيس، أرق، عنده مشاكل أخلاقية، طبعا ما فيش صلاة، منحرف أخلاقيا، بعيد خالص عن الله، عن الصلاة وعن الطهارة وعن الذكر وعن القرآن وعن الدين. ده من السهل جدا يصاب بالمس، وذلك مثل قوله تعالى ومن يعرض عن ذكر الله، يعني ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين. الإنسان هو ما بيصليش ولا بيذكر ولا بيقول أذكار ولا طهارة ولا وضوء، نقيض له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. خلاص يبقى الشياطين خلاص أنت حبيبي يمشي معاه، تحصل عنده مشاكل كتير لأنه مس. أنا كمعالج يعني انا اسلوب راقي، كلمه راقي ما لا اعتدي بها كثير، ممكن اي شخص بيقرا القران كويس يكون راقي، لكن انا بقول انا معالج. يعني ايه معالج؟ معالج للسحر، تخصصت فيه اكثر من 30 عاما وعملت ابحاث ودراسات وتجارب على المرضى، والحمد لله نتائج مذهله جدا 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 الحمد لله. اول سؤال بساله للشخص، انت مواظب على الصلوات الخمس؟ ان قال بصراحه لا اصلي، أبدأ أفكر في المس. المس قد يكون عن عشق من الجن، عن هوى من الجن، أو انتقام. دي ثلاث حاجات، عشق أو هوى أو انتقام. ممكن الإنسان مثلا يأذي الجن بدون ما يدري، مثلا زي اللي بتكب مية سخنة في الحمام، وطبعا الجن الخبص والخبائس موجودين في الحمام أكرمكم الله، ممكن تكبه من غير ما تسمي، ممكن تحرقه وتأذيه، فيبدأ أهل الجن اللي مات أو اتحرق ينتقم ويدخلوا في جسم المرأة اللي كبت المية السخنة، بس ما تكونش هي بتصلي. يعني إيه؟ الباب مفتوح، أي حد ممكن يدخل ويخرج، لكن لو بتصلي ما يقدرش من لحد، يدخل عن طريق الانتقام. هذا علاجه سهل جدا وبسيط جدا جدا ولا يحتاج إلى رقي. بمنتهى البساطة، يواظب على الصلوات الخمس، أذكار الصباح والمساء، ويسمع أي قرآن، سواء سورة البقرة أو ياسين أو الصفات أو قصار السور أو آية الكرسي مقرأة، أي قرآن بيأثر في الجن بيطلع. ليه؟ لأن الجن بتضغط عليه وقدامه مخرج واحد، فأنت بتضغط عليه بيخرج، خلاص انتهت المشكلة. هذا المس. لكن المشكلة الأصلية لما حد يجي لي أو يشكي لي مثلا من أعراض عنده، بقول له بتصلي؟ يقول بصلي الحمد لله، مواظب على الصلاة. مواظب على الصلاة؟ أسأله الأسئلة الخاصة بالسحر، عندك أرق في النوم؟ يقول لي فعلا. اللي بنسميها أعراض السحر. ليه أعراض السحر؟ أعراض السحر. الإصابة بالسحر. أيوه. أنا بشخص كمعالج مجرد أسمع بس، خلاص شخصت الحالة إزاي؟ عندك أحلام أو كوابيس؟ عندك أرق في النوم؟ نعم. عندك آلام أسفل الظهر؟ نعم. وبيصلي؟ نعم. عندك رعشات بتجري في جسمك بدون سبب؟ نعم. عندك نبضات بتحس بيها في أجزاء من جسمك بدون سبب؟ يقول نعم. المرأة شعرك بينزل كتير؟ نعم. بعضهن يكون عندها اكثر من سحر، شعرك بينزل كتير؟ لا خلاص ما عاد عندي شعر، خلاص الشعر نزل من كتر السحر في جسمها، الشعر كله نزل وغلبت معاها الدكاتره بالادويه الطبيه والبشريه ومفيش نتيجه. انا خلاص شخصت. في اعراض خاصه بتبقى يعني المتزوجين، يعني لا داعي ذكرها دلوقتي، لكن دي الاعراض العامه للسحر. انا شخصت كمعالج ان الشخص ده مسحور. ازاي اثبت ان التشخيص بتاعي صح؟ وطبعا الكلام ده مهم جدا لكل الناس اللي بتمارس الرقية، أو الناس حتى المرضى اللي بيروح لراقي أو معالج. إذا قرأت عليه وهو قاعد مكانه، قرأت رقية شرعية كاملة وآيات إبطال السحر كاملة، ممكن ما يتأثرش بشيء. ليه؟ لأن الجهاز العصبي واخد راحته، متحكم في الجسم. عشان يبان أي تأثير لازم المريض يرقد على ظهري واسترخي استرخاء كاملا، وتقرأ عليه آيات إبطال السحر وتكرر. قراءة الآيات وهو مسترخي ومغمض العينين تبدأ تظهر عليه مع تكرار الآيات أعراض السحر من الرعشات أو نبضات أو تشنجات أو ألم. خلاص يبقى كده عرفت إن فيه سحر مصاب الإنسان بيه.
لو السحر قديم الأعراض بتكون بسيطة، تنميل بسيط، رعشات بسيطة، واخذ بسيط. أقول له أنت مسحور من زمان، أرجع لتاريخه المرضي. وده طبعا مبادئ معروفة في الطب، إن أي مريض بيروح للطبيب بيقول لي أنت تاريخك المرضي إيه، كان عندك أمراض. أنا نفس الطريقة بقول له ارجع لي مثلا أيام الثانوية العامة، كان في مشاكل، كان في كرهت الدراسة وكنت ببكي وما بذاكرش وما بعرفش أذاكر وعيط وخدت أدوية نفسية وخدت أدوية مهدئة وحاجات من دي. طب بعد مثلا الكلية مثلا تلاقي أعراض سحر تاني، كاره الزواج ومش عايزة تتجوز ومشاكل وألم جسمانية وكوابيس ورعشات ونبضات وتشوهات في الجسم وتساقط للشعر، أعراض كثيرة جدا. أنا شخصت كمعالج من الأعراض. إيه اللي يثبت إن تشخيصه صح؟ إن المريضة ترقد وتسترخي وتسمح. الأصل في كل العلاج في الدنيا تشخيص الحالة، وليس الأصل كما يدعي بعض الناس يقول الأصل أن الراقي أو المعالج يقرأ على المريض. من أين أتيت بهذا الأصل؟ الأصل أنت تشخص، الأصل في الطب تشخيص الحالة. التشخيص السليم يعطي نتائج سليمة، عارف أنا هعالج إيه بالظبط. لو استرخت وسمعت آتي بطال السحر مكررة يبدأ تظهر أعراض، تشنجات، رعشات، صداع، آلام، بكاء، صراخ، احيانا يحضر الجن ويتكلم. طيب فضيله الشيخ، بنسمع، انا خدت من كلام حضرتك ان في عشق، هل الجن يجوز ان هو يعشق انسانه من الانس، يعني سيده، يعني الجن ازاي بيعشقها، يعني بتيجي ازاي الحاله ديت وازاي بتتعالج؟ يعني بنسمع ان كثير جدا من النساء بنسمع بيقول دي عاشقها جن، بيجي ازاي؟ هل عن طريق حاجة معينة بتعملها، أو في حاجة ممكن هي بتعملها في البيت وبتبقى مش واخدة بالها منها؟ هل بتبقى في طرق معينة في البيت لازم تتجنبها ما تعملهاش عشان الجن بيشوفنا وإحنا ما بنشوفوش ومن هنا بيجي العشق؟ يا ريت توضح لي الحتة دي. أنا دايما أقول حكاية عشق الجن أو عندها جن عاشق أو عنده جنية عاشقة، أقول هذه أسطورة، هذه أسطورة. المرأة عشان يجي لها جن عاشق لابد أن تكون تاركة للصلوات، مداومة على المعاصي بكل أشكالها وأنواعها، مبتعدة عن الطهارة وعن الذكر، ممكن وتعمل حاجات كتير لا داعي لذكرها، ممكن الجن يشوفها يحبها يعشقها يدخل فيها عادي، وتبدأ تحصل عندها بقى إيه اللي هي الأحلام والاحتلام والمعاشرة في النوم والحاجات دي والتهييج للغرائز والكلام ده، خلاص يبقى فعلا جن عاشق، وهذه نادرة جدا جدا جدا. كل الحالات تقريبا او 99 من الحالات اللي عندها اعراض جن عاشق، لان له اعراض، بيكون اساسا سحر. سحر اساسا سحر. يعني الجن دخل بسحر. مع الوقت ضغط على المريضه، بطلت تصلي، كرهت الطاعه، بدات تحب الاغاني، تحب الحاجات اللي فيها ايه بعيد عن الدين، وتركت الصلاه والذكر والقران والطهاره، بدات في مكان تاني. مع العشق تبدا تحصل اعراض كتير جديده. لما نتكلم عليه نقول هذا جن عاشق ام جن موكل بالسحر تحول على عاشق، وهذه هي اصل المشكله. كل الحالات اللي بتتكلم على جن عاشق هي اصلا مسحوره، وعلاجها بمنتهى البساطه هو علاج السحر. مجرد ما تتعالج من السحر بينتهي الجن، بيتحرق او بيموت وبتفكك السحر وتنتهي المشكله تماما. طيب. لان في بعض الناس، انا معلش عايز اضيف الجمله دي، في ناس كتير من مدعي العلم بالرقية وبالعلاج يقول هذا جن عاشق وما اقدرش اعمل له حاجه. لو قرات عليه طول السنه ما فيش نتيجه، خلاص اصله عاشق. مين اداله القوه دي؟ لا، انت تشخيصك غلط، لانه لو جن عاشق يعني داخل بمس عن هوى، زي ما انا قلت عشق او هوى. مجرد المحافظه على الصلاه الخمس والاذكار وسماع اي صور من صور القران، الجن بيطلع وانتهت المشكله مهما كانت قوته. المشكله كلها في السحر. هي دي المصيبه بتاعت اغلب المرضى، 90% من المرضى كل اصابتهم سحر، 90% منهم سحر. طيب فضلت شيخ ابراهيم، بنسمع في حياتنا، بنسمع عن العمل، يقول الانسان ده او الانسانه دي معمول لها عمل، والعمل ده لازم يتفك. دي الحاجات اللي بنسمعها عموما يعني. هل موضوع العمل ده، هو موضوع العمل ده عباره عن سحر، ولا العمل ده بيختلف عن السحر وبيتفك ازاي؟ هل كل عمل ليه طريقه معينه للفك، ولا دي بتبقى راجعه لايه بالظبط؟ ممكن بنسمع ناس يقول لك لا هات لي مش عارف حاجات معينه عشان نفك العمل، بنشوف في الافلام وبنشوف الحاجات دي. هل الحاجات دي صحيحه ان لازم بيبقى ليه حاجات معينه عشان يفك العمل دوت، ولا القران والسنه كفيلين بان هم يفكوا العمل؟ نعم،
هنا أصل المشكلة، الأصل الرئيسي للمشكلة في علاج السحر هي في الرقاة. كثير جدا منهم لا عنده علم شرعي ولا عنده الضباط ولا علم بالسنة، ومجرد أنه قرأ على حالة قد تكون مس والجن خرج خلاص بقى معالج. زمان كان لسه التسجيلات لسه بدأت تنتشر في أوائل الثمانينات لما حصل انفتاح، فبقى في تسجيلات وحاجات من دي. أي حد تسجيله يعطل، ممكن واحد يلعب في سلكين اشتغل التسجيل يقول لك هذا والله يصلح تسجيلات. بعد شوية كل اللي عنده تسجيل أو رد وخرب يوديه لفلان، هو مش متخصص أصلا ولا يعلم شيء، مجرد يشبك سلكين كانوا مقطوعين خلاص بيصلح. بعد فترة تلاقي الغرفة كلها مليانة تسجيلات ما بيصلحش، وكل الناس بتجيب خلاص هو عرف إن هو بيصلح. بالظبط، شخص لا عنده علم ولا علم بحال الجن ولا علم بالسنة ولا بأحوال الجن ولا كيف العلاج ولا طرق العلاج ولا الطب النبوي ولا التفسير ولا حاجة خالص في الدين، مجرد ما قرأ على مريض عشان صوته حلو أو حافظ التجويد فيبدأ يقول إيه أنا بعالج، لا أنت بترقي. علاج السحر ده مشكلة تانية خالص. لما شخص إن في سحر فيه علاج مخصوص للسحر، لكن علاج المس زي ما قلت لا يحتاج إلى راقي. محافظة على الصلاة الخمس في أوقاتها، أذكار الصباح والمساء، سماع أي صور من صور قرآن ولا أحدد صور، يخرج الجن وتنتهي المشكلة. المشكلة كلها فين؟ في السحر. إذا شخصت إن في سحر كيف يعالج السحر؟ مين اللي يعالج السحر؟ أولا الحديث عن الجن حديث عن الغيب، ولا يجوز لأي كان أن يتحدث عن الغيب بهواه. ولكن هناك أو في بخياله. سورة في القرآن بتتحدث عن الجن. نعم. القرآن ذكر الجن وذكر أحوالهم، والسنة ذكرت أحوالهم. لما أتكلم عن الجن أقول يعني أنا مثلا بقول الجن قد يتشكل بصورة الإنسان. ممكن أي إنسان عادي يقول لي دليلك إيه؟ أقول له دليل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم حينما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة، فجاءه رجل وكان يصرخ من تمر الصدقة. حديث طويل طبعا معروف ومشهور. خلاص يبقى خلاص الجن بيتشكل بصورة الإنسان لا خلاف في ذلك. لكن أقول أي حاجة بقى مثلا زي القرين زعلان والقرين مبسوط والقرين متضايق والقرين بيعمل لك عكوسات، كل ده كلام فارغ. كلمة معمول لك عمل يعني معمول في سحر. بيتحل ازاي السحر؟ هي طريقة واحدة فقط. لا يحل السحر إلا بالقرآن، ده أصل العلاج. القرآن وإيه؟ القرآن العسل الذي ذكر في القرآن، ممكن حاجات كتير من السنة زي مثلا زيت الحبة السوداء أو زيت الزيتون أو القسط الهندي، كل الحاجات اللي ذكرت كل دي بتساعد على كل دي بتساعد ولكن بشرط أن يقرأ عليها القرآن، سواء شفاهة يدفل الراقي ويقرأ، أو يكتب بزعفران طاهر مداد طاهر يكتب به آتي ابطال السحر وإيه وتذاب هذه الآيات بزيت حبة سوداء أو زيت زيتون واشرب من المريض يشفى بإذن الله. يبقى أصل العلاج للسحر القرآن. أنا يعني أحب أضيف كمان إن ناس كتير جدا للأسف من الرقاة ومشهورين يقول العشبة الفلانية بتعالج السحر أو تقتل الجن، خرافة. خرافة. الجن ده إيه؟ شيطان. وليه بقول شيطان؟ لأن مجرد دخول الجن لجسم الإنسان له حكمين اتنين، يا إما كافر يا إما كافر يا إما فاسق. إذا كان كافر وبيعمل بالسحر خلاص قضيته منتهي. لو كان مسلم وبيعمل بالسحر يبقى فاسق، يبقى في الحالتين صار شيطان. كيف يحارب الشيطان؟ عشان كده بقول دايما إيه؟ السحر مرض شيطاني يعالج بعلاج رباني. ربنا سبحانه وتعالى لما قال نعم إن كيد الشيطان كان ضعيفة. مش ضعيف عشان إحنا متدينين وبنصلي ومحافظين، لا مش أنت المقصود. كيد الشيطان كان ضعيفا في مقابل كيد الله عز وجل. يعني بعض الناس بيخلط الأمور ويقول إيه إن كيدكن عظيم، كيد المرأة عظيم في مقابل كيد الرجل وليس في مقابل كيد الشيطان ولا مقابل كيد الله. فالناس اللي مش فاهمة في الدين يقول لك إيه يا أخي إن كيدكن عظيم، أعوذ بالله، فاهم إن هي إيه كيدها عظيم قوي. لا، عظيم عند الرجل بس. هنا الأصل هيعالج المرض الشيطاني بعلاج رباني. تقول لي هعالج بدون قرآن؟ ده مش علاج. في حاجة تانية مهمة جدا أحب أضيفها، كل المعالجين الذين يقرؤون على المرض تعطوهم أي أنواع من الزيوت أو أنواع من الصور يقرؤونها أو يداومون عليها، كلها بتجيب نتيجة كمسكن كمحسن للحالة، تريح الإنسان شوية. ما كانش بيعرف ينام، بعد ما يداوم على سورة البقرة يبدأ ينام.
أعصابه تعبانة وعصبي لما بيقرأ سورة البقرة أو يقرأ قصار الصور أو صور معينة بيهدى شوية. هل هو عولج من السحر؟ هنا المشكلة. فرق عظيم بين علاج السحر كاستئصال وبين تسكين الحالة. 90% من المعالجين يحسنون الحالة فقط. حضرتك طب برجع النهاردة لو حد مسحور ويبتدي ياخد جلسات للعلاج، في خلال قد ايه ممكن يبتدي بقى يحس بتحسن، يبتدي يروح منه السحر خالص؟ يعني بياخد قد ايه المريض على اساس ان هو يبتدي يرجع لحالته الطبيعيه تاني؟ نعم، العلاج الصح انا يعني اكثر من 30 عاما وانا اعمل في هذا المجال، ولم اول ما دخلت فيه بالنيه وبالبركه، لكن حينما الجئت اليه الجاء فاضطررت أن أبحث في كل ما كتب فيها. ومن هنا أسجل إعجابي واحترامي وتقديري وتحياتي لأستاذي وشيخي فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. هذا هو الرائد الأول للعلاج بالقرآن في مصر وفي العالم قاطبة. جميله على كل الأمة في هذا المجال، لأنه أول من أصل تأصيلا علميا صحيحا للعلاج. وأنا بدأت من حيث انتهى فضيلته. أول ما انتهى وبطل أنا بدأت من عند الصارم البطل. بدأت أكمل أبحاث وتجارب على المرضى. البرنامج اللي أنا وصلت له يمكن مثلا خلاص انتهيت منه من سنوات. أي حالة سحر بيعالج أقصى شيء 15 يوم، أسبوعين فقط. أسبوعين فقط. بس بشرط تلتزم التزام كامل، صلاة الخمس في أوقاتها، أذكار الصباح والمساء، سماع القرآن، برنامج قرآني معد اسمه برنامج سماع لعلاج السحر. فيه آيات إبطال السحر، رقية شرعية، آيات الكرسي مكررة، المعوذات مكررة، المريض يسمعها 3 مرات أو 4 مرات أو 5 مرات حسب وقته وحسب حاجته. زي ما يكون بيتناول دواء في مواعيد. نعم، أيوه الله يفتح عليك. عشان كده دايما أقول معالج السحر كالطبيب بالظبط. أيوه. كالطبيب إزاي؟ بيشخص من مجموعة أعراض. وبيحط السماعة، بس مش السماعة بتاع الطبيب البشري، لكن السماعة بتاع القرآن. إذا ما كانش هيقرأ، ما هو القارئ ما يعرفش طول الوقت يقرأ على كل اللي بتيجي. أيوه. حالات كتير جدا فبتضطر تسمع، خلاص أنت شخصت بالسماعة انتهت المشكلة. يبقى كده إيه؟ شخص، أعطى علاج. العلاج لازم المريض، كل العلاجات في الدنيا مش أي علاج يتعالج. الكمية قد إيه؟ وتاخده إمتى؟ ومواصفاته إيه؟ طبعا وصلت لحاجات دقيقة جدا 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 محتاجة شرح طويل. فضيلة الشيخ، سؤال بقى يعني مهم جدا. المعالج وهو بيعالج الحالة اللي قدامه، وشاف الحالة مثلا شديدة شوية أو الحالة صعبة شوية، هل المعالج بيتأثر بالحالة اللي قدامه؟ يعني الحالة اللي قدامه ممكن الجن اللي في الحالة اللي قدامه ديت يتأثر إن هو يصيبه ببعض الشيء؟ لا، المعالج المنضبط لا يتأثر بالمريض. يعني بعض الحالات الجن يقول مثلا انا هدخل فيك، انا هموتك، انا هعملك، قول اتفضل. اتفضل. طب في نقطه كمان بنسمع ان الجن بيتكلم، الحاله المرضيه بتبقى معاك، الحاله اللي هو متأثر بالجن او بالسحر، بنبص نلاقيه بيتكلم. يعني انا مره شفت حد، يعني امراه منقبه وعاديه جدا بتتكلم انجليزي بطلاقه وهي عاديه جدا، يعني فبقيت واقف مستغرب جدا ازاي بتتكلم باللغه دي وبالسرعه ديت. فطبعا يعني كانت حلقه، كنت اول مره اشوف حاجه زي كده. هل ده بيحصل ان ممكن الجن وهو على الانسان او الانسانه بيتشكل ان هو يتكلم بلغه معينه او بطريقه معينه؟ وبتبقى انت بتعمل ايه في الوقت دوت لما بتشوف الحاله دي قدامك؟ نعم، اي شخص معالج او راقي اهم شيء في قراءته على المريض ماذا ينتوي؟ في حاجة اسمها نية قلب وإحضار. معلش، في السنوات الأولى أول ما كنت بدأت في العلاج كنت بقى زي الكتاب بيقول بقرأ على المريض، أضع يدك على المريض وأقرأ بترتيل وبخشوع آيات الرقية الشرعية كاملة بنية قلب وإحضار الجن. وبعدين يجي وبعدين أسأله اسمك إيه؟ ومسلم ولا مش مسلم؟ وعايز منها إيه؟ وسيبها وحرام عليك؟ وحاجات من هذا القبيل يعني. بعد سنوات قليلة اكتشفت إن كل هذا هراء. مسرحيات الهزلية اللي بتحصل بتيجي على اليوتيوب وعلى القنوات المشهورة. يجي الراقي ويقرأ على مريضة مثلا والجن يحضر، هو بيقرأ بنية إحضار وقلب الجن. فالجن يجي ويصرخ وبعدين يعمل تمثيلية خلاص إنها خفت وبقت، هو ما خفتش ولا حاجة. هو قرأ بنية صرفه. محدش طبعا يعرف الكلام ده من الناس العوام. صرفه يروح من قدامي، يصرف دلوقتي في الوقت اللي لو قرأ الفاتحة بنية صرفه ينصرف. أيوه. الناس مش عارفة الحمد لله دي خفت خلاص. الحمد لله ده خفت من جد، ده كده.
ليه مش عارفين؟ انا بيعرض عليها حاجات كتير جدا من هذه، اقول له مريضه زي ما هي. انا كان عندي حاجه ومش عارف مين قرأ، له ما خفتش ولا حاجه. لانه سحر. القراءه بالنيه، انك تجيب الجن وتساله وتتكلم معاه، كنا بنعملها في الاول واحنا في كي جي 1 زي ما بيقول يعني. لكن بعد الخبره وبعد السنين، ايه اللي انت تستفيده كمعالج؟ انك تعذب الجن وتعذب المراه، وفي العذاب في تكشف، في مصايب ومخالفات شرعيه لا تحصى. اي لا انا مش محتاج ده كله، لان انا هاجي اليوم الجن موجود زي ما هو. ليه ما طلعش؟ اصله عاشق. لا مش عاشق، هو جن موكل بالسحر. عشان كده من اول سنوات ليا في العلاج تعلمتها من الاستاذ الشيخ وحيد، تشخيص الحاله مس ولا سحر. اذا اكتشفت انه سحر، يبقى انا حطيت كل شغلي في برنامج علاج للسحر. ايه اللي اثر في الجن ويعالج السحر؟ في حاجات بتفكك السحر في الجسم وموجوده في الكتب وفي التفسير، زي مثلا ماء السدر. ودي انا بعتبرها هديه الحلقه لكل اللي بيشاهدنا في العالم. اي انسان مسحور في العالم، جيب 7 ورقات سدر اخضر، حطهم في هون او مهراس، ودق واطحنهم جدا، نعمهم، وضيف الى اناء فيه ماء كبير، واقرا عليه ايه الكرسي والاخلاص 3، الفلق 3، الناس 3، واغتسل بها كل يوم مره. اغتسل بيها؟ لا اغتسل بها. اعراض السحر بتروح وبيهدى، لكن ما تعالجش. في، انا قلت من الاول، في هناك فرق. نعم هناك فرق بين علاج السحر كاستئصال، وده معاناه. ده معاناه حقيقي. وان انا ارتاح، مش عارف انام، انام. بروح مكان واول ما بوصل برتعش وبتحصل لي تشنجات وبطر مكان واهرب. لا اقول لك اغتسل بماء السدر. له طريقه واحده فقط، كل الناس بتعمل ماء السدر. الطريقة الوحيدة فقط الموجودة في تفسير قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، سورة البقرة، تفسير ابن كثير موجود عن وهب بن منبه، موجودة بنفس التفسير كده. 7 ورقات تدق بين حجرين، أو الهون يعني مش لازم حجرين، وتوضع إلى إناء به ماء، ويقرأ عليه آية الكرسي والمعوذات، يغتسل منها المريض يبرأ بإذن الله. دي زمان كنا بنعملها للمربوط أو المعقود عن زوجاته، مرة واحدة كان بيشفى. لكن الطرق اتغيرت، ولذلك ترجع إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت له السيدة عائشة: هلا تنشرت؟ يعني أنت كنت مسحور والملكين نزلوا مشخصوا حالتك وخلاص اتعالجت، مش تعمل للناس نشرة أو رقية تعرفوا بيعالجوا السحر إزاي؟ قال إيه؟ لقد عافاني الله وخشيت أن أفتح على الناس شر. هعمل نشر لعلاج السحر، هيبدأ السحر يتفننوا في حاجات تانية. لأن طرق الشر أو طرق الشياطين كثيرة ومتعددة ومتشعبة، طريق الحق واحد. عشان كده بقول علاج السحر هي طريقة واحدة لكل أنواع السحر. بتختلف في بعض جزئيات بقى حسب خبرة المعالج وتمكنه وتجاربه. في حالة زود لها شيء، حالة نقص لها شيء، حسب الخبرة يعني. فضلت الشيخ، المعالج ممكن بيشوف الجن؟ المعالج بيشوف الجن يعني بيبقى شايفه رأي العين كده والمريض مش شايفه؟ يعني أنت ممكن تشوف الجن والمريض ما يشوفوش؟ قال أبو حنيفة رضي الله عنه: من زعم أنه يرى الجن أسقطنا شهادته. الله عز وجل يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يبقى نفع عننا إيه اللي احنا ممكن نشوفه؟ لما معالج يقول لك أنا بشوف الجن، ده مش معالج. هذا ساحر في ثوب معالج. تلاقي اللحية وبتكلم بالدين لكنه ساحر. شوف الجن إزاي؟ حتى الساحر ممكن ما يشوفوش. لا هو ما بيشوفوش على هيئته، بيشوف على هيئه تشكل. أيوه. زي كلب مثلا او قطه سوداء او كده بتكلم معاه، لكن على حقيقته طبعا مفيش الكلام. ما نقدرش نشوف. لا مفيش طبعا. خلاص. طيب فضلت الشيخ، يعني انت وضحت لي في نقطه ماء السدر دي مهمه جدا، دي يعني دي زي روشتة النهارده لكل انسان. هديه الحلقه اليوم. لكل حد تعبان شويه او بيشوف ان هو مش قادر يكمل، فممكن بماء السدر دوت. طيب لما بنيجي بنروح للمس، احنا قلنا في السحر وفي المس. انا اتمسيت، يعني المس ده يعني جايه من اللمس او الهمس، هل الشيطان بيلمسني او بيمسني وده بيأثر عليا في حياتي مثلا الزوجيه، بيأثر عليا في حياتي العمليه، بيخليني ابقى على طول متعصب متنرفز؟ بيجي ازاي المس دوت؟ انا قلت من الاول ان المس هو اللبس، دخول الجن جسم الانسان. يعني احب انوه على ان المس احيانا بيكون مس طائف ومس دائم. مس دائم لما يكون الانسان مسرف في المعاصي خلاص يبقى دائم. المس الطائف بيكون امتى؟ انسان ملتزم ومواظب على الصلوات والطهاره والوضوء والاذكار وماشي مستقيم. بعض الاوقات مثلا ينام عن صلاه الفجر
احيانا بعض الملتزمين يعني يقول لي يا اخي انا مواظب وبقرا وليا ورد من القران ومحافظ على الاذكار، ساعات بيجي لي كوابيس. اقول له بيجي لك بعد اذان الفجر. يقول لي فعلا بعد اذان الفجر فعلا بيجي لي الفجر. اقول له دي ما فيش مشكله، دي المس الطائف. صلاه العشاء تحصنك حتى اذان الفجر. اذكار المساء او اذكار النوم تحصنك حتى اذان الفجر. اول ما الفجر يؤذن هنا حاجه اسمها واجب الوقت، خلاص يا عم التحصين بتاعك خلص، تفضل قوم صلي عشان تتحسن التحصين التاني. عشان كده اللي مواظب على الصلوات مرتاح. يعني للاسف السحر منتشر عند ناس كتير جدا جدا جدا، واللي زودوا اكتر ان الحالات القديمه وضيف عليها حالات جديده. لما تسال الناس اللي بتتعالج بقالها سنوات ما بتخفش ليه؟ زي ما قلت بسبب الرقاه. اغلبهم زي ما قلت كده، اللي بيصلح تسجيلات لا خد دورات ولا خد معهد ولا درس لاسلكي ولا شاف اجهزه ولا حاجه، شبك سلكين بقى بيصلح تسجيلات. هو نفس الطريقه، قرأ على حد مريض مره خف، الجن مش يقول لك بس ده بيرقي، ده رقى فلان او فلانه وخف، يلاقي نفسه بقى شيخ. ودي كان مثل يعني، كان يعني كان الشيخ يعقوب يذكره، كان يقول ايه، بعض الناس لا عنده علم ولا عنده قران ولا عنده سنه، وبعدين فجاه ساب لحيته، فالناس كل ما تقابله اهلا يا شيخ، مرحب يا شيخ، فصدق ان هو شيخ، فبدا لما يتسال يجاوب. قال انت مش عارف حاجه اصلا، صدق اللي هو عالم. صدق ما هو شيخ بقى، ما هو يدخل في المسجد الناس ترجع ورا تقول له اتفضل يا شيخ، شايفينه ملتحي. كان بيضرب مثل يقول ايه، بعض الناس ماشي في الطريق فوجد بعره فاخذها في يدي ثم مشي. كل ما شخص يقابله يقول له ماذا في يدك، يقول له هذه تمره، مش معقول هقول له بعره، هذه تمره. يقابله حد تاني ماذا في يدك، تمره، كل ما يساله تمره تمره، ثم نسي واكلها. صدق نفسه ان هو عالم. لما يجي حد يقعده بقى ويكلمه في العلم تلاقيه مش عارف حاجه خالص. انت ازاي بتفتي للناس، وازاي بتتكلم مع الناس، وازاي تتكلم في امر غيبي بدماغك؟ لازم تجيب لي دليل. تمام. الدليل لازم يكون من الكتاب او من السنه وبتفسير الصحابه او التابعين، الحاجات اللي هي المثبته. تمام. مش كل واحد بخياله كده يبتدع في دين الله. طيب. ويقول اي كلام. فضلت الشيخ، لما بنيجي نتكلم عن الجن، في جن بيكون قوي وفي جن ضعيف، يعني زي انسان، في انسان قوي وفي انسان ضعيف، هل هناك جن قوي وجن ضعيف؟ يعني في جن ممكن من اول جلسه يطلع على طول، وفي جن بيبقى متشبث بالانسان مش عايز يخرج منه، ده بيرجع لقوه الجن وضعفه، ولا بتبقى شايفها ازاي؟ حضرتك اتكلمت في نقطتين. النقطه الاولى في جن قوي وجن اضعف، دي موجوده فعلا، موجوده في قصه سيدنا سليمان. اللي قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، الثاني قال له أن تقوم من مقامك. حسب قوة الجن فعلا في أقوى وفي أضعف وفي مارد وفي درجات، ده ما فيش خلاف فيه. لكن زي ما قلت في الأول وده مهم جدا جدا جدا، الجن إذا ما خرجش فاعلم أن الحالة سحر. سحر. عشان أتأكد أن الحالة مس ولا سحر أعمل إيه؟ ودي مهمة فعلا. أنا طبعا أنا بقصد الرقاة أو المعالجين، يعني المريض عايز يخفه بس. هتقعد تفتيه؟ لا، هو عايز فتوى، هو عايز ولا عايز حكم شرعي، عايز يخف. هو عايز يخف. أنا بكلم الرقاة والمعالجين. بترقد المريض يسترخي، تحط ايدك على راسه وتقرا ايات ابطال السحر وتكرر. لو سحر فعلا يبدا المريض ينتفض. خلاص عرفت انه سحر. لو هو مس ما بيتاثرش بايات ابطال السحر عادي، ما يتاثرش. ما يتاثرش. المس لو قرات اي سوره من القران ابتداء من الفاتحه البقره حتى الناس تاثر فيه، لكن السحر لا يتاثر الا بايات ابطال السحر، وده طبعا خدناه من الخبره يعني من السنوات الطويله. عشان كده بدانا نقول ايه، ايات ابطال السحر، أي الآيات التي يذكر فيها السحر. زي مثلا الآية رقم 101 في سورة البقرة، الآيات في سورة الأعراف، الآيات في سورة طه، الآيات في سورة يونس. كل الآيات دي بتتكلم عن السحر، المريض لما بيسمعها بيتأثر. لكن جن قوي وجن ضعيف مش بمزاجه. لو هو مس هيطلع غصب عنه. مش عشان أنا معالج قوي ولا التاني معالج أضعف، لا. لأن مفيش حد يقدر على رب العالمين. أيوه. بس. ليه بنقول السحر الجن بيبقى متقوي، بيبقى متحصن بالسحر، الجن متحصن بالسحر. ناس كتير جدا بتقرا، اغلب علاجها قراءه. طب انت شخصت الحاله؟ يقول لك يعني ايه شخص يعني؟ الحاله واضحه ان في جن موجود. طب مس ولا سحر؟ لا ادري. امال بتقرا ازاي؟ يخرب بنا القران شفاء.
ما انا عارف انه شفاء، وانا قلت لا مش شفاء، ما هو انا راقي زيك، بس القران شفاء بحيثيات وباسس ومبادئ، ما فيه مطلق وفيه مقيد وفيه عام وفيه خاص، مش اي حاجه تقولها كده بمزاجك. شخص الحاله الاول لما يعرف يعني ايه تشخيص هيعرف يحدد. الجن بيتمسك لانه سحر. في السنوات الاولى في العلاج كثير من الحالات الجن يقول لي انت بتعمل ايه؟ تقرا القران؟ انا اصلا مسلم، اقرا، انا بحب القران كمان. حتى انت بتقرا في سوره البقره، فانا اكمل. ده المريض بيتكلم، الجن اللي بينطق بيتكلم، انا بكمل يوم واثنين، وهو زي ما هو يبقى في مشكله لسه موجود. كل مجهودي ده في كام ليله بقرا وبقعد بالساعات اقرا واخشع وابكي واعمل ومفيش فايده، وزي ما هو يبقى في مشكله. بدات اشوف مصدر قوته ايه، اكتشفت ان مصدر قوته السحر. مصدر قوته السحر. طب انا اجرب اعالج السحر. بدات اخد في الحالات الصعبه معايا 7 ورقات سدر مطحونه، واخدها معايا وانا رايح للحالات الصعبه اللي حكوا لي عنها او اللي جي لي يعني. اول ما اقرا يبدا الجن يضحك ويستهزأ ويتمسخر. انت بتحب القران؟ انت مسلم؟ حاضر، هاتوا لي شويه ميه. يجيبوا لي شويه ميه، احط ميه السدر واقرا ايه الكورس والمعوذات، تقول ايه؟ خلوها تغتسل. تغتسل وتتستر وتيجي. اول ما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلاقي عمال يصرخ. ايه بتصرخ ليه؟ مش ده القران انت بتحبه؟ منك لله، انت شيخ، انت حرام عليك، حرقتني، ويبدا يصرخ ويعت ليه؟ بدات انزع عنه مصدر قوته. عشان كده فرق كبير جدا بين علاج السحر وعلاج المس. وما زلت عند رايي المس لا يحتاج الى راقي ولا معالج. واظب على الصلوات الخمس، اذكار الصباح والمساء، كل شيء فيه طاعة، زي صيام، زي ذكر، زي تلاوة قرآن بس. طيب. واسمع قرآن لو انت بتعرفش تقرأ، عشان ما نظلمش الناس اللي هي مش متعلمة او متقرأش. نقول له حط السماعة في ودنك واسمع اي ايات واي صور، الجن بيطلع. طيب فضلت الشيخ، بنسمع عن حاجة بتبقى صعبة قوي لما بنسمعها، وبتخلي الناس برضو سواء رجل وامرأة بيبقى تعبان من الموضوع ده قوي. بنسمع يقول لك ده معمول له عمل سفلي. ايه هو العمل السفلي دوت؟ يعني يا ريت توضح لي كده، تديني نمر عليه مرور الكرام. والعمل ده هل بيختلف عن اي عمل تاني؟ وايه الفرق بين العمل ده السفلي وبين اي عمل تاني؟ هو عشان تعظيم امر السحر وتهويل الامر على المريض عشان يدفع طبعا للدجالين والسحر والمشعوذين، فيقول لا ده سفلي. احيانا بيكون عنده مصايب عايز يوصل لحاجه تانية، فيقول سفلي يتحل بسفلي. ده سكه تانية، السحر والدجالين والمشعوذين ده سكه تانية. سفلي يعني الجن بيكون مارد، سحر معمول على نجاسات او دم، وغالبا بيكون دم حيض او دم ميته او ذبيحه او حاجه من دي، ذبيحه لم يذكر اسم الله عليها. الجن بيبقى قوي، نفس علاجه هو علاج السحر العادي، السحر السفلي زي السحر العلوي كله شكله واحد. كل انواع السحر الاسحار تعالج بعلاج واحد بس اللي هو مواظبه على الصلوات الخمس، ودي اساس العلاج. هي الارضيه اللي انا هبني عليها البيت، بدون صلاة مالكش علاج عندنا. ولذلك احنا ما عندناش علاج لغير المسلمين. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. واحد ما بيصليش، النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما بيصليش ايه؟ قال فمن تركها فقد كفر. يعني مشكوك في إيمان. ما بتصليش وعايز تتعالج بالقرآن؟ لا، صلي الأول، التزم، بقى عندك إيمان، دي الأرضية. هنقول له بقى اسمع قرآن قد إيه؟ اشرب زيت مرقي قد ايه؟ كل عسل مقروء عليه قد ايه؟ دلك الجسم بزيت مرقي عليه مسك قد ايه؟ اغتسل بماء السدر قد ايه؟ يبدا ياخد وقت. كل الحاجات دي بتدي مقاومه للجسم ان هو يقدر يقاوم الجن. نعم، اولا السحر مرض خطير جدا. جدا جدا جدا، يعرف هذا المعنى اللي انا بذكره الناس اللي هي بتعاني من السحر. عشان كده في مبادئ في الطب يقول لك ايه؟ المرض البسيط يعالج بعلاج بسيط، وقد يعالج بالغذاء. المرض الدقيق او العميق او المرض الكبير او الخطير يعالج بادويه مركبه. السحر مرض خطير جدا، له اعراض كتير جدا فوق الوصف. عشان كده لازم يتعالج بعلاج مركب. الصلاه زي ما قلت رقم واحد، بدون صلاه ما فيش علاج. سماع قران كتير، وده اصل العلاج، عشان احنا بنقول حتى انا معالج بالقران، بدون قران مش هيخف المريض. الحاجات اللي انا بضيفها من السنه بقى، زي مثلا العسل، علاج امتي في 3، في شربة عسل
او شرطه محجم او كي يتم بناء. انا طبعا بستخدم الحجامه، بامر بالحجامه في الحالات اللي انا بعالجها، وخاصه الحالات اللي هي القديمه اقول لازم تعمل حجامه، لان الحجامه مدرسه لوحدها. يبقى في حجامه، فيه عسل، فيه زيت، في زيت حبه سوداء، في حديث طبعا بتاع الحبه السوداء، عليكم بهذه الحبه السوداء فانها شفاء من كل داء الا السم. يبقى انا بستخدم القران، بستخدم العسل، بستخدم الحبه السوداء، بستخدم الحجامه، احيانا بستخدم الكي. ودي ان شاء الله هتبقى هديه الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. فضيلة الشيخ برضو مش عايزين ننسى الاطفال. يعني بنشوف الاطفال يعني بيبقوا ساعات الطفل او البنت بتبقى لسه صغيره 7 سنين 8 سنين 10 سنين، وبتبقى حالته وحشه جدا، والاب والام بيعانوا وبتدوا ياخدوه لشيوخ وبتدوا يودوه في حته تانية، وساعات بيروحوا لغير المسلم عشان يشوفوا حل للولد دوت. يعني يا ريت نمر برضو على الاطفال برضو ونقول علاج الاطفال ايه لما بيصابوا، هل يصابوا بسحر ولا بمس؟ انا هبدا بالجزء الاخراني. اتفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يعني مفيش حاجه محرمه هيبقى فيها شفاء. يعني بعض الاطباء زمان كان ينصح بشرب البيره والخمور او الحاجات دي على اساس ان هي للكلى وللميه وللمثانه وحاجات. طبعا مفيش حاجه اسمها شفاء كده. في الحديث: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. اي حد يقول لك انا مضطر، الناس اللي هي بتفعص وتحسس وحاجات، يقول لك انا اعمل ايه، انا مضطر، انا مثل الغريق بمسك في الشاي. لا، مفيش علاج في حاجه محرمه ابدا. اي الناس اللي عندها تمييز، اللي بيتميز حتى بالفطره، بلاش اقول انه عنده علم بالقران وبالسنه وبالاحكام، عنده تمييز وفطره. لما الاقي شخص غريب بيحط ايده على زوجته او بنته او امراته وبيلمسها، ده مش علاج. هو الجن مرئي؟ لا. يعني لو انا شايف الجن في المكان ده ومد ايدي امسكه واطلعه، محدش هينكر علي. الطبيب البشري لما بمد ايده ويلمس ويحط ويحسس ويفتح ويقطع ويعمل، دي دراسته. لانه بيعالج اعضاء، لكن انت بتعالج شيء غير مرئي. بتعالجه بايه؟ بقرانك وبدينك وبعقيدتك وبسيطرتك عليه بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاطفال بقى مشكله دقيقه جدا جدا جدا، ومش اي حد يعالج الاطفال. ايوه. بمنتهى البساطه، الاطفال عنده عين، عنده حسد. دي سهلة. تجمع الكفين، تقرأ المعوذات كل واحدة 3 مرات، ثم تدخل وتمسح على وش الطفل ورأسه وجسمه مرة 2 3، خلاص بقى تمام. أدي العين والحسد مفيش مشكلة فيها. تكرار لحد 3 مرات انتهت المشكلة. مشكلة الأطفال لما يصابوا بسحر بيصابوا ليه؟ لأنه شرب أو أكل من السحر المعمول لوالدته أو لوالده أو جدته أو أخته أو خالته اللي معاه في البيت. أيوة. بتحصل عنده 4 أعراض. دي بقى عايزه بقى حد متمكن وحد ذكي وحد درس وجرب. اول ما الطفل يجي لي مثلا اقول له بيشكي من بطنه، فعلا بيشكي من بطنه. في ماده سحريه دخلت بطنه. ايوه. بيشكي من صداع، دايما يقول راسي. عنده ارق في النوم بيتفز وهو نايم، كتير. وهو نايم بيحس ان في خيالات واشباح قدامه، دايما يقول في عفريت، في مش عارف، تعبان، في حاجه في السقف. هو عنده اعراض السحر لكنه مش مقصود بالسحر. مقوله مثلا انت عديت على حاجه مش لك، لا، ما عديتش على حاجه مش لك. السحر مقصود بشخص، لكن قد يقصد به شخص، فالجن لازم يدخل. لكن الشخص الاخر اكل او شرب من الماده اللي فيها سحر، يصيب برضه، يصيب باعراض سحر بسيطه اللي هي زي وجع في البطن، زي صداع، زي ارق، حاجات من دي. ده بيبقى ليه علاج بقى؟ له علاج. اللي هو القرآن زي ما انت قلت حضرتك. اللي هو نفسه علاج السحر. ايوه. ايه اللي بيبطل السحر مثلا؟ اللي موجود في البطن. زيت حبة سوداء يكتب بالزعفران: ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ودي وصفة الشيخ وحيد عبد السلام بالي من اكثر من 30 سنة وانا اعمل بها، وفعلا ممتازة جدا جدا، ومن بركة العلم ان ينسب الى اهلي. انا مش انا اللي مخترعها. احنا ان شاء الله في الحلقات اللي جايه هنطلب منك وصفات للاطفال، ووصفات للنساء، ووصفات للرجال. يعني كل حد بيبقى ليه حاجه ممكن يبقى هو يقدر حتى يساعد نفسه بنفسه. نعم. في البيت يعني. ودي برضه هتبقى هديه منك. نعم. للساده. نعم. المشاهدين ان شاء الله. بنقول برضه ان الامراض اللي هي يعني في امراض بتبقى متوطنه جوه الانسان.
زي الامراض اللي هي في الجسم الانسان، امراض العضويه، في امراض جنيه بقى زي ما بنقول متوطنه جوانا. دي بتوصل، هل الامراض اللي هي السحر والاعمال ممكن تكون سبب في ان هي تبوظ بعض الاعضاء بتاعه الانسان، من كبد لقلب، الحاجات دي كلها بتبقى سبب السحر ده كله في ان هو يوصل الانسان لحاله فشل تام في الحاجات دي كلها؟ ما شاء الله على السؤال، ما شاء الله على السؤال، سؤال دقيق مش اي حد يساله. ربنا يخليك. عليه ربنا يخليك. اذا قصد بالسحر امراض المريض بمرض معين يصاب باذن الله. يعني مثلا انا طبعا عالجت من حد كثير، احيانا يجي لي مثلا مريض لا يتكلم كده هنحرق الهديه بتاع الحلقه القادمه. لا احنا الهدايا كتير. كده هنحرقها. حد يجي لي ما بيتكلمش، يكتب لي اعراض السحر موجوده عنده لكن ما بيتكلمش، الدكاتره غلبوا فيه، ما عندكش كل حاجه سليم، بيتكلمش ليه؟ يجي لي مثلا بعض الحالات لا ترى، في عمى، الدكاتره يشوفوا ويكشفوا ويشوفوا العين كل شيء سليم، ما بتشوفش ازاي؟ مش عارفين يعني ايه، عايز ايه، مش شايفه ازاي؟ فيقوم يجيبوها لي. اسال على اعراض السحر موجوده. في الحالات دي انا بعمل حاجه واحده وخلاص كده اتحرقت الهديه بتاع الحلقه القادمه، وهتشوف هديه ثانيه ان شاء الله. اولا الكي من ضمن العلاجات التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان النبي يعني كان ما كانش، ولكن اخر انا بقى جاي هنا للاخر لان انا ما عنديش حيله تاني او مستعجل. يعني بتاثر جدا لما يجي لي مثلا مريضه وحد ساحبها، زوجها مثلا ساحبها وابوها ساندها وماشيه مثلا يعني حالتها صعبه من ايام انا كانت بتشوفه طبيعيه وفجاه ما عادش، فبتاثر. انا مستعجل، عايزهم يفرحهم ويكملوا في العلاج. بعمل ايه؟ بسخن مسمار 10 سم في راس المسمار، ودي الهديه اللي انا بقول عليها، حطها على النار حوالي مثلا نصف ساعه او اقل لحد ما تحمر، وابدا اكوي في الراس 3 كيات لا ازيد على ذلك. اهي الكاويه اهي. بس فجاه تلاقي المريض بتشوف والاخرس بيتكلم والاطرش بيسمع. ليه؟ لازم اقول ليه؟ ليه فجاه كده شاف؟ الجن موكل انه يعميه. فمسك مركز البصر من المخ، ما عادتش بتشوف. الجن موكل انه يوقف رجلها ما تتحركش، عندها شلل. فعندها شلل كتير بيجوا نفس الطريقه. او يخليها ما تتكلمش او يخليها ما ينطقش. ماسك مركز الكلام في المخ. كل اللي انا عملته ايه؟ عملت 3 كيات ضغطت على الغده النخاميه اللي هي المايسترو بتاع الجسم اللي الجن شغال فيه. مجرد ما ضغط المريض بيتألم بس بسيط. الجن ما يتحملش، بيسيب اللي ماسكه ويجري في الجسم. ساب ايه؟ ساب العصب اللي هو ماسكه. ايوه. فالمريضه بقى بتشوف والاخرس بقى بيتكلم والاطرش بقى بيسمع. بركه الشيخ بقى. لا قالهم لا، هي ما خفتش. هي بقى بتشوف. هو بقى بيتكلم. مش خفت. لا، كل ما في الامر ان الجن ساب المكان عشان انا اذيته بسرعه. انا ما بستعملش الاساليب، اولا لا استعمل الضرب مطلقا ولا اللمس ولا الكلام ده خالص. انا مدرسه لوحدي. في يوم من الايام هنقول المدرسه دي مواصفات ايه؟ مش لا لمس ولا حديث مع الجن ولا الكلام ده خالص. عملت الكيه دي ليه وعذبت المريض شويه ليه؟ عشان يشوف. لما ينزل من عندي وروح شايف، دي بالنسبه له الدنيا هم عليها. فانا مضطر افرحهم. وبعدين ابدا اقول لهم ايه؟ هي ما خفتش. هو الجن ساب المركز اللي ماسكه وجري في اماكن ثانيه. لو ما خدتش العلاج ومشيت عليه اللي هو بقى الاكل والشرب والدهان والسماع والاغتسال، ولازم السحر يتفكك والجن يتحرق او يموت. يعني مش هقول يتحرق قوي لان مفيش نص في السنه بيقول انه بيتحرق، لكن على الاقل بيموت. خلاص يبقى لازم تمشي على البرنامج لحد السحر ما ينتهي خالص. خلاص شفت. هي دي الحاجات الصعبه جدا اللي هو الجن موكل به. لكن الجن حصل مس عن طريق هوى او عشق او انتقام، يدخل مثلا مع مرور وقت يلعب في الكبد يبوظه، او يلعب في القلب يبوظه، او يلعب في البنكرياس، حاجات. لا مفيش حاجه من دي. فضل الشيخ الوقت انتهى معاك بسرعه. سبحان الله. وعلى امل وعد ان يتجدد اللقاء ان شاء الله في حلقه اخرى. احنا عايزين نوعي الناس وعايزين نفهم الناس ونقول لهم خلي بالكم في علاج لكل حاجه ليها علاج، بس اتبع العلاج الصح وروح للشخص الصح، ما تروحش للمشعوذ ولا الدجال، ولكن روح للي ممكن يساعدك بالقران والسنه. ان شاء الله توعد المشاهدين تكون معنا في حلقه قادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عجبتك الحلقه النهارده؟ ان شاء الله تكون حلقه كويسه وكل الناس استفادت منها ان شاء الله.
انا بشكر حضرتك الشيخ ابراهيم صقر، وعلى امل وعد تكون معنا ان شاء الله في حلقات اخرى ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، لا يسعني الا في نهايه هذه الحلقه الا ان تقدم بالشكر لفضيله الشيخ ابراهيم صقر، وعلى امل وعد ان يتجدد معكم اللقاء في حلقات اخرى. كان معكم هاني الفرماوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي، هذه أنوارها كلمات الذكر تهدي فاحتفي. عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي، هذه